قامت مؤخرا بعثة وزارية مكونة من أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة بونيو بارفالينا وفني الوزارة بجولة شملت اللوغونين الشرقي والغربي بجنوب البلاد، الهدف تفقد سير العملية التعليمية هناك. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. دعما للأنشطة التربوية والاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة حول الرعاية التعليمية وترقية المواطنة، وصلت بعثة وزارية مكونة من مدراء الأقسام ومفتشين تربويين وخبراء فنيين ومهندسين على رأسهم أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة بونيو بارفالينا بزيارة ميدانية إلى الأقاليم الجنوبية، وذلك بهدف تفقد عملية المسيرة التعليمية. وقد وصلت البعثة الوزارية إلى إقليمي لوغون الشرقي والغربي بغية الاطلاع على سير العملية التربوية، وقد زارت أمينة الدولة والوفد المرافق لها عدد من المؤسسات التعليمية، وقد وجدت إقبالا كبيرا من المسؤولين التربويين، واستمعت على الشروحات والبيانات التي قدمت إليها خلال الزيارة الميدانية، مؤكدين حديثهم بأن هناك أسباب تعيق المسيرة التعليمية، منها عدم توفير الأدوات المدرسية وعدم وصول المعلمين في الوقت المحدد. كما أخذت أمينة الدولة جلسة عمل مع المسؤولين الإداريين والتربويين وممثلي نقابات المعلمين وأولياء أمور التلاميذ، وأكد لهم أمينة الدولة بأن الحكومة رغم الظروف الاقتصادية التي أوقفت كل البرامج والمشاريع التنموية قدمت مجهودات كبيرة في تحسين الحياة العامة وخاصة الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفاقة والبطالة داخل المجتمع،